السبور، الموسيقى، الأخبار. وزي فهم سمعك التصويرة. نحكيو على جديد الفنان التونسي حسين عمارة من خبيش عليك. مرحبا بك حسين. مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل في جابس وجنوب. فهم فيها جرون بليزير باش نكون لأول مرة معكم في راديو. سمعت بيك شاهي الليقمي حسين. اي شفت كان جيت الليقمي راك خديت الليقمي. عرفت الليقمي الحلو. ليه الليقمي الحلو مش حاجة أخرى باش ما يفهموناش بالغلط. ها باهي حسين اليوم حاضر معنا، احنا ماذا بينا كان جيت بحذنا للاستديو مال الكبيرة وصفاقس جابس مش بعيدة برشا. أنا توا في سوسة مانيش في صفاقس. باهي مش حكيو على سوسة. أما المرة الجاية نجيكم وعلى عيني وراسي. كان جرون بليزير. باهي حسين نحكيو على جديدك اليوم. بطبيعة حسين عمارة عرفناك أكثر في الموسم الأول في ذا فويس، لكن قبل ما نحكيو على ذا فويس والتفاصيل هذيك خلينا نحكيو ساعة على جديدك ما نخبيش عليك، اللي هي أغنية تونسية هكا خفيفة. أنا سمعتها شخصيا معلش خاطر أنت تفهم أكثر مني في الموسيقى، حسيتها هكا بروح شرقية شوية. اسمها ما نخبيش عليك، نحبك ونموت عليك. أغنية تونسية، كلام تونسي، ريتم تونسي، اللحن مشارق شوية على خاطر أنا معناتها كما قلت لك جمهوري في العالم العربي الكل، معناتها يلزمني نرضي كامل الأذواق يعني. عبيد طلعت نفهم في الموسيقى. ها لا تبكل عليك، ظاهرة تفهم في الموسيقى وتفهم في الليجم وتفهم في كل شيء. دونك الأغنية حسين كلمات عمار الحان عمار العبدلي توزيع نعمان الشعري. تقريبا أول مرة عمار متى يكتب للوتري، نعرفوه برشا متى يكتب للمزود أكثر وللشعبي أكثر. شوف أنا بالنسبة لي ما نأمنش إنه ثم فنان شعبي ثم فنان وتري ولا ثم فنان يلحن الوتري والشعبي. الناس كل أنطون هو فنان معناتها ينجم يكتب للوتري ولا للشعبي، الفايدة في الروح والفايدة في الجملة المزيانة والفايدة في الكلمة المزيانة. دونك الأغنية زادة نشوفوا فيها متى ما شاء الله دور برشا في الراديوات، كان نسمعوا منها هكا إكستري سارة، كان نجم نسمعوا منها إكستري. يا طيرة يا طيرة روحي لا يا طيرة، قولي للحبيبي ما عندي حب غيرة. يا طيرة يا طيرة روحي لا يا طيرة، قولي للحبيبي ما عندي حب غيرة. اخذي لروحي ويا اشنا لا تخلينا، امانة يا طيرة للغالي ودينا. بي حسينة كسارة رجعتنا شوية لليطيرة ريتم الخليجي. تقريبا يطيرة من كانت أولى إنتاجاتك بعد ما خرجت من The Voice. صحيح يطيرة أول أغنية عملتها بعد The Voice أول سنجل من ألحان حازم العراقي وكلمات حازم جابر وتوزيع ميتم علاء الدين، تم تسجيل استوديوهات في دبي. وأغنية حلوة برشا وكما شفت تم برشا ناس تفاعلت معها والحمد لله، وقاد بالنسبة لي نجاح مرضي نوعيا. سبعة أغنية حلوة وهك شفت معناتها حلوة ولا ساعة حلوة الأغنية، وأكيد زادة حتى الريتم الخليجي والريتم هكا يعيشك يا حسين. الريتم العراقي زادة تقريبا يواتيك شوية، معناها اللبسة العراقية والخليج بطبيعة نحكيه بالمفهوم مفهوم الموسيقى نحكيه فن. تقريبا ما نخبيش عليك هكا حتى هي الأغنية حلوة، لكن حاولت هكا باش تخرج شوية حسين عمارة من الريتم الخليجي، خاصة وانت في مرحلة البلانت اوديشن ولا مرحلة الصوت وبس في برنامج ذا فويس، متها غنيت ولا ما يسوى الحسين الجسمي؟ صحيح شوف انا في ذا فويس ما غنيت كان خليجي، غنيت طربي، غنيت خليجي، غنيت تونسي، غنيت لمون اللي غروماني في تونسي، غنيت برشا انماط موسيقيه، غنيت زاد الروك يعني الفوب يا ربي غنيت ستة الصبح، غنيت برشا انماط موسيقيه. هذاك علاش حسن عمار يغني كل شيء، ما عندوش مشكله نتاع لهجه ولا مشكله نتاع لكنه ولا مشكله نتاع هما التوانسة ديما ما عندهمش مشكلة مع اللكنة معناها، لكن عندنا مشكلة أغنية تونسية اليوم وعندنا مشكلة إنتاج. علي ما عندناش مشكلة أغنية تونسية، هاي عندنا ما نخبيش عليك نحبك ونموت عليك.
لا ما قديش عليك، اغنيه حلوه خفيفه، ما نحن نحكي توا عامه، معناها الاغنيه التونسي مثلا الفنان التونسي يخرج البوم، توا نشوفوا فيهم حتى الفنانين التونسي يخرج البوم فيه 8 اغنيات، فيه اغنيه تونسيه ولا مثلا اغنيه تونسيه ويحط فيها مثلا برشا ولا يعيشك يقول هاني عملت اغنيه تونسيه ماخذت خاطره برا معناها. لا انا ما اشوف، انا ما نشوفش هكاك، خاطر الاغنيه التونسيه ما عندهاش سوق في تونس، هذاك علاش تلقى الفنان التونسي ماهوش قاعد يروج في الاغنيه التونسيه. وابري تو هذا دور الاعلاميين انهم هما اللي يسوقوا الاغنيه التونسيه قبل ما يكون دور الفنان. الفنان عم عليه انه يخدم كيف تحبوا تروج الاغنيه التونسيه. دور الاعلاميين برك انا ما نوافقش حسين، دور الاعلاميين برك لانه الفنان ما يكفيهوش تقريبا اعلاميين باش يروج للالبوم ولا لانتاجاته. شوف اسمعني، الامكانيات الماديه للفنان التونسي ماهيش نفس الامكانيات الماديه للفنان العربي. اللي تعرف معناتها الفنان العرب يعني في تونس يخدم بالاف الدولارات، والفنان التونسي كان عطاوه معناتها 2 ملايين و3 ملايين سما خلاك. فهمت؟ دونك سي نورمال باش تكون الكواليتي نتاع الانتاج باش تكون ديفيرونس، معناتها ثم ديفيرونس كبيره ما بين الفنان العربي والفنان التونسي. اما ما يمنعش انه الفنانين التونسي قاعدين يجتهدوا وقاعدين يخدموا في خدمه باهيه وخدمه مزيانه يعني على قد الامكانيات. وانتم زاد ما تنساوش تعاونونا كيف تزيدوا تعديهم زايد الاغاني تاعنا، ومعاش مش لازم عليك تعدي اليسا، عدي حسن عمار اخي نعدي اليسا. باهي يا سيدي كان كلامي نسيا هذيا، باش نعملوا كونترا ما بيناتنا ديما نعدي كان حسن عمار، اش قولك ترى؟ يدي شنو نقول لك يا ربي فضلك. عايشك. لا لا انا نقول لك ما تعديش كان حسن عمار، عدي كان الفنانين التوانسه، خلي على الاقل ثم فضائيات وثم انترنت مع فضائيات ينجموا يسمعوا فيهم الاغاني العربيه على الاقل كيف تبدا الاذاعات. اما راهو حبينا ولا كرهنا حسين، ساعات المواطن العادي المستمع العادي ساعات يسمع اليسا خرجت البوم قبل ما يسمع باي فنان تونسي، لهنا قوه يعني الترويج للانتاجات نتاعهم. نعاود نرجع لك الامكانيات الماديه ما همش كيف كيف. معناتها تخيل انا قلت لك اليسا كي تجي تعمل كونسير في تونس تاخذ 50,000 دولار ولا 60,000 دولار، معناتها 120 مليون. رغم اني اليسا بطبيعه انا متى اليسا اللي يعرفوه الناس الكل تأدي متى ماهيش تغني. كي باش يقارنوها برشا اصوات تونسيه وبرشا مواهب عندنا في تونس كيما حسين عماره وغيرهم من الفنانين اللي صحيح انتم متى مواهب دي جون طالون عندنا في تونس، لكن حسين عماره لليوم مثلا ما شفناكش في مهرجان مثلا كبير. الغالب احكي مع وزارة الثقافة، احنا توانسة صحيح وذي تقصير اكيد زادة من وزارة الثقافة. شنو باش نعملهم نقرق بهم معناتها؟ انا قدمت دوسية توا عامين ولا مرة عطوني مهرجان، ممكن على خاطرني ما نعرفش نغني، شافوني ما نعرفش نغني، او ممكن لانه ثم حوايج تحت الطاولة، خاطر ثم برشا مديرين مهرجانات قاعدين ياخذوا في فلوس تحت الطاولة سكي سور، هذاك علاش هما مش قاعدين يبرزوا في الفنانين التوانسة. وشوفوا كل عام يجي فنان لبناني ولا فنان مصري ولا كل شيء يعمل تورني وتشوف يعني تلقاه فنان فاشل جدا وحتى الجمهور الحضور محتشم وتبارك الله، وكل عام يعاود يجي وكل عام يعاود يخدم تبارك الله عليهم. ربيعين نهارة اللي ان شاء الله الفنان التونسي وليوقع قدره وتلقى برشا فنانين التوانسه، مانيش نحكي على حسن عمارك اهو، نحكي على الفنانين التوانسه ككل، برشا فنانين التوانسه راهو شباب مظلومين في بلادنا، هذاك علاش. لكن هاو نسمعوا ديما حسين في لي كونفيرونس دو بريس اللي تصير قبل المهرجانات، ديما نسمعوا باش تصير المراهنه سناع على الفنان التونسي والفنان التونسي. اي احنا قعدنا ديما نسمعوا راهو، ديما قعدنا نسمعوا كاو، خلينا نسمعوا باهي كيف نسمعوا خير من نشوفوا. بيكمل البلاتوات السياسية بالضبط معناها بقينا نسمعوا كهو. نرجع بيك شوية حسين، ذا فويس بطبيعة كانت مرحلة من مراحل مسيرتك الفنية، وفي نفس الوقت زادا ما كانش غريب عليك جو الموسيقى والغناء، لأنه حسين عمارة فنان محترف وقبل هذايا أستاذ موسيقى متخرج معهد العالي للموسيقى بإصفاقس. شنو اللي زادك ذا فويس حسين؟ والله ذا فويس برنامج مواهب كما البرامج كل، زادني شهرة أكيد وزادني محبة الناس وزادني خبرة على مسارح كبيرة من أكبر المسارح يعني في العالم العربي أكيد، مسرح ذا فويس كما تعرف إمكانيات مادية حطت فيها إمكانيات كبيرة، إمكانيات تقنية كبيرة، إمكانيات صوتية زادة كبيرة، ولي كوتش أكيد خلتنا نحتكوا بأفضل معنا في الفنانين من الفنانين العرب، هذاك هو اللي ربحنا منه ذا فويس. واكيد اهم شيء بالنسبه لي انا حسين عماره ربحت محبه الناس اللي كل نهار كيف يشوفوني بالشارع يقولوا لي حسين تبارك الله عليك صوتك حلو كذا كذا،
وسنه وجديدي وهذا هو اهم حاجه بالنسبه لي. معناها حبينا ولا كرهنا اكيد برامج اكتشاف المواهب العربيه اليوم ما تساعد الفنان انه باش يسطع هكا نجم ويعمل خطوه اخرى، لكن بعد هكا يصير كيما الركول هكا شويه، يتعرف في ظرف 4 أشهر من بعد متى هكا انه يغيب جمله، متى نعرف واحنا فما كونترا في البرامج هذوما متى تقريبا لمده 7 أشهر تقريبا هكا ما يصير حتى انترفيو في حتى تلبسه في حتى راديو. هذا تشوفوا لصالحك انت ولا لصالح شكون بالضبط حسين؟ هو صراحه ماهوش في صالحنا، في صالح يعني الشركه اللي عملت ذا فويس، اما مش مشكل يعني. المهم انه بعد المده هذيك رجعنا وانا قاعدين نخدموا وستيب باي ستيب، ان شاء الله نوصلوا ونعملوا حاجه باهيه، وان شاء الله نشرفوا بلادنا اهم شيء ونرتقيوا بالفن نتاع بلادنا. أنت كنت من فريق عسل الحاليني حسين، وسمعنا هكا في فترة أنه باش يصير بين تعاون بينك وبينه، تعاون هذايا تلغى ولا صارت لك مشاكل ولا تأجل ولا؟ قولي قل. هذه خدمتي. خدمة مع فنان عربي كبير برشا كما عسل الحاليني تشرفني أكيد وتخليني فرحان وتخليني ديما يعني نفكر انه ننجح، ونخليني يعني ديما نفكر انه نضيف يعني للكارير بتاعي. هذيك علاش ان شاء الله باش تكون ثم حكايه اكيد. اما يعني الفكره ما زالت قائمه اكيد. عاصل الحلاني راجل كما تعرف شهم وعند كلمته، ما عندوش اللعب بالحكايه هذيا. هذيك علاش من مده وجيزه يعني كان كنا باتصال به، وان شاء الله قاعدين نحضروا في القريب العاجل ان شاء الله، مش توا في القريب العاجل يعني بعد الصيف بدنا نحكي. باهي نستنى منك يا سكوب، ما تخبيش عليا. يا لالا ما نخبيش عليك، نحب نكون معاك. يعيشك يا حسين. بيه خلينا نحكي شويه زاده على الفنانين. راكي نحبك كيما اختي. يعيشك ربي يستر. انا نفهمك راهو، ما تخافوا ما يفهموا بالغلط. لا يا لالا انا ما نخبيش عليكم، نحبكم ونموت عليكم. حتى احنا نحبوك ونموت عليكم. يا محلاكم ومحلى التمر نتاعكم ومحلى الليجمي نتاعكم. يعيشك يا حسين. بي ايش قولك انت في المواهب اللي تعديوا على برامج اكتشاف المواهب واللي شفتهم هكا يلقاو حظهم، كانت في ذا فويس ولا في اي ولا في برامج اخرى؟ او العكس زاده، شكون اللي تشوفهم زاده تظلموا شويه؟ ظلموا والله برشا مواهب، اكيد مواهب تونسيه اليوم مظلومه على خاطر ما عندناش تصويت ينجم يخلي معناتها المواهب هذيا تاخذ حظها. بطبيعه تقريبا لسه ماس في ذا فويس 1350 كان معناتها نتذكر هكا. باكو حليب وخبزه معناها. باكو حليب وخبزه معناتها تحل مشكله ولا برومو مثلا نتاع تليفون في الليل. انت تعرف انا ما نعرفش، ما نعملش برومو في التليفون. لا حتى انا ما نعملش، اما هذه معروفه. انت تعرف. اسمعني، المهم انه الفنان التونسي او الاصوات التونسيه معروفه بحلاوه صوتها وبتقنياتها وبامكانياتها الكبيره والعريضه، هذاك علاش ديما نلقاو موجودين المواهب الشابه في البرامج هذه، اما خساره ما نلقاهمش هما اللي مو على خط الامكانيات الماديه، واكيد معناتها معروف الامكانيات الماديه معروفه عم تكون موجوده، هذاك علاش يعني عند شكون موجوده الامكانيات الماديه؟ الو؟ الو؟ باهي حسيت كانت تبدل بلاصه شويه خاطر ما نسمعوش فيك مليح. الو؟ الو يا عسلامه. باهي هكا واضح. ايوه. باهي وين وصلنا سي حسين؟ على وصلنا الامكانيات الماديه، عند شكون موجوده اليوم؟ عند اللي عندهم الفلوس. وشكون اللي عندهم الفلوس؟ انت تعرف. لا انت تعرف حسين، انت متى ولد الدومين وبختلط بالفنانين وشركة الانتاج، متى شكون بالضبط اليوم اللي يعرقل شوية في الماكينة معناها خاصة بالنسبة للفنانين التونس الشبان؟ تعرقل هي الامور كي تبدا فيها بلدان عربية باش ينعكس عليها الاوضاع السياسية وباش ينعكس عليها يعني برشا يعني ضغوطات سياسية. كما تشوف انت مثلا المغرب توا تبارك الله هربت علينا بتعويلها على الشباب
يعني تخيل انت مهرجان موازين من اكبر ما اكبر مهرجان توا في العالم العربي يعني حتى فات مهرجان قرطاج مهرجان موازين هذايا مثلا تشوف انت شباب المغاربه الكل اللي طلعوا في المواهب في برامج المواهب كل طلعوا غنوا عليه تشوف بتشوف انت مثلا جوج باش تقارن ما بين وزاره الثقافه المغربيه وتقارن وزاره الثقافه وتبارك الله معناها نشوفوا اليوم الاغنيه العربيه تلاقي في سعدان احنا تشوف المواهب اللي عندنا في تونس ما عطاهم حتى مهرجان تفهم الدنيا الكل معناتها هذاك علاش تشوف المغرب كيفاش تقدمت وتشوف تونس كيفاش تبارك الله قادر تقدم ومعناها كان باش نحكيو زاد ندخلوا شويه في السياسه كان باش نهملوا شويه الثقافه والقطاع الثقافي في تونس من مسرح من فنانين من كان باش نهمشوا قطاع الثقافه باش تلقى الشباب الكل في سوريا يعني الادمغه نتاعهم تغسل ديجا ومعناتها تشوف هاك تشوف معناتها كيفاش الوضعيه اللي ولينا عليها وكان تحبوا ترتقيوا بالثقافه وتخليوا الثقافه يعني مكانتها اللي لازمها تكون عليها اكيد جدا يعني باش تلقى الشباب واعي وباش تلقى الشباب حساس ويعني تتبدل الامور برشا وعلى الاقل الشعب يولي راقي اكثر. دونك اكيد زي ما يمنعش انه فما برشا فنانين توانسه تبارك الله يخدموا ماذا بهم ينهضوا بالقطاع الثقافي ونستناو اكيد ثوره ثقافيه في تونس. هي المشكله ان الفنانين ماذا بهم مع الوزاره ماذا بهاش معناها. المشكله الناس اللي شاده الكراسي واللي شاده واللي عندها القرارات يعني اللي تنجم تغير الوضعيه العامه للفنان التونسي او للمثقف التونسي وهما اللي نحس ان هما اللي قاعدين يعرقلوا في الـ في الـ في, الـ في النهضه الموسيقيه ولا النهضه الثقافيه في البلاد التونسيه. قدمت سنة حسين في المهرجانات في تونس؟ كيفاش ولا ما سمعتش؟ قدمت في المهرجانات في تونس بالنسبه لسيدي الفنان لا لا انا صراحه ان المهرجانات هزيت من ايديا ما عادش نقدم على خاطر نقدم ولا ما نقدمش كثير. متاكد انه كيف نقدم انا حتى كان نقدم مهرجان دوسي يتعدى من غد الغد في البوبال اذا كان تعدى في البوبال هذا اذا كان ما عطاش من الشباك معناتها راهو الفنان لازم يكون متفائل حسين. لا انا متفائل انا الحمد لله يا ربي انا كل شهر عندي حفله يعني الجمهوري العريض في كل انحاء البلاد التونسيه كل شهر عندي حفله في بلاد سينيغالا والحمد لله كومبلي وانا فرحان برشا عندي حفله ان شاء الله قريب في المغرب وعندي حفله ان شاء الله قريب في لبنان وفي دبي الحمد لله انا باش نسالك توا حاجه باش تقول لي انفو ولا انتوكس هذيا صحيح باش تخوض تجربه التنشيط في احدى الاذاعات صحيح ماهيش انتوكس نهار الاثنين ان شاء الله باش تسمعوني في تفرشيك على راديو انا فاهم من نص النهار لمده ثلاثه تفرشيك برشا جو وبرشا موزيكا معناها باش نسمعوا حسين عماره اني ما تهمت تشوف الحكايه سافا تنجم تمشي معاك باش تلقى حسين عماره ونافس ليك قريبا جدا. باهي حسين قبل ما نسمع وما نخبيش عليك سمعنا حاجه بربي هكا بربي توا كيف تسمعني نتكلم نجم نكون يعني شوف راهو هو الـ 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 المنشط يلزم يكون عنده هكا صوت حلو غاديوفونيك معناها ما بالك انت حسين عماره تغني كل شيء ما شاء الله عليك باش ما يسمعوش العباد صوتك. يا لالا انا كل نهار من نص النهار ثلاثه باش نغني لهم وباش نتكلم معاهم وباش نربحهم كدوات ونعمل لهم برشا جو باهي سيدي انا نوعدك نهار الاثنين من نص النهار الثلاثه باش نكون في الاستماع والله ما سمعتك. قلت لك انا نهار اثنين من نصف نهار ثلاثة باش نسمعك ان شاء الله. يا لالا نحب الكوابسيه الكل تسمعني وكل العالم العربي يسمعني بالانترنت ولا بالراديو ولا باللي تحب انت، حتى اللي يحب ما لقاش ما يعمل يطلع هكا قصاطة ويسمعني. باهي يا سيدي حسن سمعنا حاجة هكا توصية في الأخر. نحب نقول لك راهو البرنامج نتاعي فضاء فيه ثلاثة سوايع مرحب به بالفنانين التونسية الكل من جابس من جنوب من الشمال شمال الغربي من البلاد كل من تونس الكل وزاد عندي برشا ضيوف من العالم العربي اكيد ما تعرف اكتسبت برشا علاقات عربيه وفنانين عرب العرب يعني بيكونوا ضيوف معنا وعندي سكوب اعلامي ان شاء الله نهار الاثنين باش يكون معايا الفنان والسوبر ستار الارب ايدل لسنه 2013 محمد عساف عندي برشا جديد نتاعو وبرشا سكوبات باش تسمع بهم ان شاء الله قريبا 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 ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك الفنان التونسي حسين عماره قبل ما نختم الساعه معاك باش نختم معاك باغنيه هكا تونسيه بعد لي شو اسمه عدي لي ما نخبيش عليك باهي نحبوا حاجه هكا منك ساعه في اللايف وبعد ما نعديو ما نخبيش عليك باهي شنو تحب نغني لك؟ اللي تحب المهم تونسي
تونسي. عجبين عصابة يا خالي يا مولا، وعجبين عصابة إله إله يا شوشان، عجبين عصابة الفوم نضحك والعيون غضابة إله إله يا شوشان. أمانة وانا مانا مان، أمانة وانا مانا مان، أمانة وانا مانا 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 مان. شكرا ليك، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة حسين. عمل جو، ما ناقصنا حاجة برك، كان كنت بحضرنا لهنا في الاستوديو. شكرا ليك حسين، عمل كل التوفيق والنجاح ليك.